عبد الحكيم بدي ارجع لعندك انت حكيت لي قصتك تقريبا احنا ما هن لما طلعت من حمص فيك تحكي لي هيك ترجع تستحضر اللحظات هيك ولو ببعض المشاهد يعني انتم كنتوا تحاصرتوا بال 2014 تقريبا احنا تحاصرنا بال 2012 2012 2012 قبل ما كانت الثوره سلميه ست شهور اول ست شهور كانت سلميه طبعا تحررت تحررت حمص الضباط المنشقين ورجعنا على حمص القديمة <applause> وعدنا هنيك ويومتها اقترحوا الضباط الأحرار أنه نطلع لأنه نحن ما بنحسن نقاوم نظام <applause> فبقى الفصائل الثانية ما رضيت تطلع وهون نظام سكر طريق الغوطة الغوطة تبع حمص شارع الغوطة تمام <applause> هون تحاصرنا أنا تقريبا ضليت بالحصار تقريبا سنة ونص بعد سنة ونص في نفق للخالدية من, من المطاحن قطره 50 سنتيمتر وطوله تقريبا 11 كيلو متر نعم. No. هذا طلعنا منه تقريبا 40 واحد زحف mm -hmm. قد ايش أبعاد النفق؟ 11 كيلو متر لا أبعاد يعني 50 50 قطره 50 سنتيمتر, سنتيمتر. يعني هذا مجاري عفوا مجاري المجاري ايش طوله ستة؟ طوله 11 كيلو 11 كيلو متر. طبعا لهلا العلامات من الجروحة وعض الجرابيع والفيران لهلا تم بجسمي يعني وطلعنا وصلنا على الحصوية الحصوية كان في حاجز للجيش طبعا هون نحن منهكين تماما 100% نعم ولا افلام هوليود حتى مرقنا من تحت فرع المخابرات شو نعم <applause> وصلنا على الحصوية وصلنا على الحصوية كان في حاجز كان في حاجز للجيش هون استنينا شوي وبعدها قطعنا قطعنا ولا في أرض مزروعة عرانيس وكان صاحبها سائية مبي كيلو متر عم نمشي حفيانين والطين لنص ركبنا هون في حاجز عند الدار الكبيره بدنا نقطه على طريق التحويلي نعم no. تقريبا شيء متر طبعا في حاجز المطاحن من هون حاجز المداجن من هون وهذا حاطط قناصه من هون وهذا حاطط قناصه من هون والبنجكتورات كم شخص كنتم? كنا 40 واحد قلنا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله ومرأنا كيف مرأنا ما بيعرف حدا هذا طلينا تقريبا شهر ونص مرضانين نطلع 40 نجوا 40 كلهم نجو كلهم نجوا بس طلعنا 40 يوم مرضانين نعم تقريبا شهر ونص من عبد الشرابيع والفيران لب 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 لما لما طلعتوا لما طلعتوا من حمص مين اللي ضل مين اللي ضل فيها فعليا إيه اللي ضل السوار الثوار والع والعائلات نفسهم طبعا في موت انتوا ليش طلعتوا طلعنا لانه تعبنا نعم no. تعبنا يعني, مش يعني هل تلاحقتوا بشكل مباشر يعني بجوز يكون سؤالي ساذج عفوا منك يعني بس هل تلاحقتوا بشكل مباشر حتى طلعتوا بهاي الطريقه بمجرى مائي مريتوا لحتى طبعا طبعا, كيلو طبعاً إحنا ملاحقين من, يعني. من النظام وملاحقين نعم. من, <applause> من الفصائل الاسلاميه حتى بوقت الفصائل كانت تلاحقكم ليش لانه كنا نحكي كنا ما نسكت مثل شو مثلا؟ ما نسكت مثلا هني عندهم اكل اها ما عندنا اكل وهذا الشيء الفساد انتم موجود يعني منهم فالدعم لإلهم انتم ما لكم علاقه بالدعم ف. طبعا يا بتصير ب... اطفالكم بدك تاكل بدك اكل بدك تكون معنا بتصير معنا وانت شو مشكلتك تكون معهم؟ ما انا ما بنتمي لحدي انا مع الثورة عم كانت كانت بالبدايه الايديولوجيات ما كانت واضحه هل... كثير بالبدايه يعني لح. مجرد سؤال قلت لك لما تحس لما ت... حررت حمص، رجعنا على حمص القديمة، فجأة لقينا هاي الفصائل موجودة. صار موضوع عسكري يعني. نعم صار نعم. موضوع نعم. نعم. كبير يعني. نعم, نعم. شي هيئة حماية المدنيين، شي لواء الحق، شي فاروق إسلامي، شي وصاروا مثلا كل واحد كل مجموعة من عشرة أشخاص صاروا يعطون هاي مليون يورو أو مليون سوري انضموا لنا وفشلوا السورة هو المال مم. السياسي. يعني صارت صارت الناس تنشر تنباع وتنشرها يعني أيوة. صاروا يستغلوا حاجه الناس يعني طيب. الناس.